أحد الحالات اللي ممكن تصادفوها وتعالج بشكل خطأ هي الليشمانيا. عادة الليشمانيا هي تظهر بشكل ورم قاسي مرتشح على منطقة مكشوفة. شوف الصورتين السابقات، حوية التهابية محيطة بالورم، غياب حس الألم في هذه المنطقة والإزمان. شو يعني؟ ورم قاسي مرتشح على منطقة مكشوفة. يعني عادة الليشمانيا بتصير بسبب التعرض للدغة حشرة تنقل هذا الطفيلي لجوا الجلد، ما بيتعالج بالكريمات الانتيبيوتيك، وغلط تحط كريمات كورتيزون لأنه بينشرها أكثر. إذا ورم قاسي مرتشح على منطقة مكشوفة، قشرة سميكة جافة شديدة الالتصاق بيضاء أو سمراء، حوية التهابية تحيط بالورم. بيكون عندي قشرة، شوفوا الفيديو أو الصورتين اللي قبل، بيكون عندي قشرة ملتصقة بالجلد، وكمان عندي في مثل الالتهاب حوله لأنه هو بينتشر. كمان ما في ألم، ومن صفات كمان هذا الطفح أنه مزمن، بيستمر لفترة طويلة إذا ما تعالج.